يعني بداية احنا بنفتخر في الصناعة الوطنية، وخاصة انه احنا اصبحنا في موضوع الاساس، يعني ليس فقط في طول كرم، في باقي المحافظات وفي طول كرم اصبحنا ننافس، بل هناك جودة افضل من الجودة اللي يعني على الاقل جودة افضل من الموجودة في داخل اسرائيل. هذه يعني مفخرة لنا، قطاع مهم جدا له علاقة في الدورة الاقتصادية للوطن. احنا بنشكرهم على هذا المجهود وشغلهم الخاص، يعني اللي بعملهم الذاتي بيصبح عنا يعني مصنوعات بنفتخر فيها. احنا بنشجعهم ان شاء الله الى الامام، وانهم يتقدموا وانهم ينجحوا اكثر، وانه يفتحوا كمان مشاريع اخرى في باقي الوطن، لانه احنا بحاجه. انا بحيي هيك مشروع لانه رايح يعمل على دعم المنتوج المحلي والصناعه المحليه، وبيعمل على تخفيف البطاله نوعا ما، وبالتالي نقلل الاستيراد والاعتماد على الاحتلال بالمنتوجات المفروشه. بهاي الخطوه ان شاء الله الى الامام، وبتكون موفقه باذن الله تعالى لتعمل على دعم الاقتصاد المحلي قدر ما. بلا شك في البدايه احنا بنتقدم بالتهاني لاسره معارض الحامد للاثاث في هذا البلد العزيز ضاحيه شويكي، اللي هي جزء من طول كرم ومحافظه طول كرم العزيزه. طبعا بلا شك في هنالك توسع في الاسواق بشكل عام، في ازدياد في اعداد السكان بشكل عام، وبالتاكيد بده يكون معادله انه تتوسع برضه الاسواق. الحمد لله اليوم اسواقنا توسعت وصار في عندنا موديلات اكثر ومعارض اكثر اللي تجذب المتسوقين من كل المحافظات، مش فقط من طول كرم، وكمان بنفس الوقت هذا بيتيح كمان لاهل محافظه طول كرم انه يتسوقوا في محافظتهم بشكل عام، وانه عندنا كل المنتجات اللي ممكن يحتاجونها. كمان مرة احنا من كلهم قدما الى الامام، وان شاء الله بالتوفيق، وبلا شك هذا الحكي راح يأثر ايجابا على الحركة الاقتصادية للافضل الافضل ان شاء الله. ان شاء الله تعالى سنعمل كل ما في جهدنا ان نحسن الوضع اكثر مما هو عليه، ونحاول في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا ان نعمل جاهدين على تسيير الامور، وخاصة على الشباب والشابات لنسهل عملية الزواج باذن الله تعالى. شو الشيء المميز في معرض الحامد؟ بشكل عام كل ما موجود فيه مميز، كل ما تنظر في أي مكان ترى شيء جديد، وإن شاء الله سنطور أكثر فأكثر من ذلك بإذن الله تعالى. المشروع الحمد لله يعني من احنا من 20 سنة شغالين في الشغل هذا. أول شيء بدأنا في الدار القديمة تحت، دار مهجورة بلشنا فيها وأسسنا حالنا، والحمد لله كوننا وضع وانطلقنا وبلشنا في هذا المشروع، والحمد لله يعني مشروع ناجح. وإن شاء الله في عنا عروض مستمرة شهريا راح ننزلها في تلفزيون السلام. وبالنسبة للسلطة والتربية والتعليم والأزواج الشابة الجديدة، عرض خاص لمدة 24 شهر، قروض ميسرة يعني ميسرة لمدة 24 شهر. يعني كل معرض ممكن يكون فيه له سمة بتميزه من ناحية الجودة، من ناحية احنا معظم المنتجات اللي عندنا والمعرض كامل كل ما فيه صناعة محلية. في عندك بس عندك في نوعين اللي هو التركي، الكنب التركي بنجيبه من تركيا، والباقي كله صناعات محلية. المصنع موجود تحت عندنا كله بأيدي مهرة عندنا وناس خبرة لهم 20 سنة شغالين معنا. طب بهذا الاطار يعني انت كمعرض بيشتغل شغل محلي، قديش بتشوف انه هذا بعزز الاقتصاد الوطني؟ احنا هدفنا انه نساعد على تلبيه حاجات السوق، ونساعد الازواج الشابه يعني اسعار منيحه ومنافسه، ونظبط الوضع للجميع ان شاء الله. رسالتك بتحب توجهها للمواطنين في طول كرم يعني بهذا الافتتاح الكبير، ايش بتحب تقول لهم؟ كيف ممكن انك كمعرض الحامد تتعامل مع كل هاي الظروف الاقتصاديه شوي الصعبه؟ احنا بنتشرف الجميع انه يزور المعرض عندنا ويشوف الاسعار عندنا منافسه للجميع بايدي مهره، وبامكانه يشوف الطقم اللي بنشتغله او الكنب من الالف الى الياء وقدام عينه. يعني منتجاتنا بايدي مهره، في شيء تجاري كله مكفول، وعندنا كفالة مفتوحة، ما عندنا أي مشكلة. أي شيء بيصير بالطقم على مدار سنة سنتين ثلاث احنا بنتكفل فيه. طب بالتالي يعني ايش بتحب يعني انك بنفس الوقت تحكي للمواطنين الأهالي طول كرم بإطار انه
تحفزهم أكثر ليزوروا المعرض؟ في عنا عروض مستمرة، واللي بيجهز داره كاملة من عنا له هدية قيمة يعني ومحترمة، ونتمنى إنه الجميع إنه يقوم في زيارتنا هين. وبعدين عندك شيكات نشتغل معنا أي مشكلة أي تحفيز، شيكات رجال السلطة والتربية والتعليم والأزواج الشابة جميعاً، فاهم شو؟ بشيكات وأقساط مريحة اللي هو يكون متريح وقت ما بيجي هين بالسعر، يعني بالشك اللي بده إياه وبالسعر اللي بده إياه، إحنا جاهزين. بعدين شغلة ثانية عنا، إحنا مميزين عن المعارض الثانية في إنه بيش مستورد أو ولا شغل تجاري، كله صناعة محلية، خشب من ألف وكل إشي منتجاتنا بيكون مكفول كاملة، وبنعطي كفاءة لعشرين سنة. وعندك هاي الأخوي، يعني إذا تحب تكمل معاه بيشرح لك شو بصير، هو يعني الهيكل لكل اللي بصير في المعرض هم. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم، ومنتشرف بالجميع يزوروا المعرض عنا ويشوفوا البضائع الموجودة من أقمشة تركية، من أنواع خشب مكفولة لمدة أكثر من سنتين وثلاث سنوات. وأي مشكلة بتصير في بالطقم إحنا مستعدين نروح نجيب الطقم ونشتغل فيه ونعيد إنتاجه من أول جديد إن شاء الله. والتجربة خير برهان، واللي جربونا واشتغلوا معنا يعني ردوا رجعوا وجابوا زباين أكثر وأكثر إن شاء رب العالمين. عندنا خبرة من 15 سنة في هذا المجال.